الفالفز اوف ذا هارت اللي هي صمامات القلب. الصمامات دي بتعمل ايه؟ بتمنع ارتداد الدم او الباكورد فلو اوف ذا بلاد. الصمامات عباره عن ايه؟ عباره عن فلابس او ليفلت فولدز كده بتمنع ارتداد الدم، سواء الدم اللي هو يضغط او يجي من الاتريوم للفنتريكل او من الفنتريكل عن طريق سواء الاورطه او البلمونري ترانك انه يرجع تاني. فهي صمامات بتحافظ على سريان الدم في اتجاه واحد وتمنع ارتداده. فعندنا كل فالف لها ثلاث صمامات او ثلاث شرفات كاسب، كل واحده من دول بنسميها كاسب. الفالف بتبقى تراي كاسبد او لها ثلاث صمامات او ثلاث شرفات ما عدا الميترال فالف. فعندنا التراي كاسبد فالف اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار فالف، ديت فتحه ذو ثلاث شرفات او صمام ذو ثلاث شرفات اللي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، دي بيسموها التراي كاسبد فالف. عندنا بعد كده اللي هي البالمونري فالف اللي هي ما بين الرايت فينتريكل والبالمونري ترانك اللي هو يضخ الدم للرئتين. الجانب ده قلنا كله عبارة عن فينوس سايد، يعني دم غير مؤكسر سواء في الرايت اتريوم او الرايت فينتريكل. فالبالموناري فالف او البالمونيك فالف اللي هي ما بين الرايت فينتريكل والبالموناري ترانك. بعد كده في الميترال فالف، ودي بتبقى باي كاسبيد يعني ذو شرفتين، كله ذو ثلاث شرفات ما عدا الميترال فالف اللي هي عند ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي في الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس. في اخر واحده اللي هي اورتيك فالف اللي هي ما بين الليفت فينتريكل والاورطه، دي بيسموها اورتيك فالف. يبقى عندنا اربع فالفز اللي هي التراي كاسبيد فالف والبالمونيك او البالمونري فالف والاورتيك فالف والليفت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي بنسميها الميترال فالف، دي اللي هي باي كاسبيد. اما نشوف الرايت اتريو فينتريكولار اورفيس، ده بيحاط بيه صمام ذو ثلاث شرفات او تراي كاسبيد فالف. نلاقي الكاسبس عباره عن انجولار وسيبتال وبرايتال. سيبتال يعني ناحيه القلب من الداخل، فدي السيبتال كاسب اهي. بص حضرتك دي السيبتال كاسب، ودي البرايتال المعاكسه ليها تبقى ايه؟ تبقى برايتال يعني جداريه، دي البرايتال فالف ودي انجولار فالف. يبقى واحده سيبيتال وواحده بارايتال وواحده انجولار، دول كاسبس. ثلاثة كاسبس عاملين فالف اللي هي الرايت اتريو فينتريكولار فالف اللي هي ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، ده الاورفيس نفسه، فدي التراي كاسبت فالف. تاني فتحه اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار اورفيس، بص حضرتك معايا دي هتعمل جارد الايه اللي هي الميترال فالف دي ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل. باي كاسبيد يعني لها شرفتين اتنين، واحده سيبيتال وواحده بارايتال. واحده سيبتال يعني جداريه للداخل القلب من الداخل ناحيه القلب من جوه، واحده بارايتال من الخارج. دي الميترال فالف او اللي هي الليفت اتريو فينتريكولار فالف، وبتبقى باي كاسبت فالف لها اتنين كاسبس، بارايتال كاسب وسيبتال كاسب. السيبتال للداخل والبارايتال للايه؟ للخارج. بعد كده الاورتيك فالف اللي قدام حضرتك دي الاورتيك فالف، دي بتبقى تراي كاسبت لها رايت وليفت وسيبتال. السيبتال اللي جوه زي ما حضرتك شايف سيبتال سيميليونر فالف ورايت سيميليونر فالف وليفت سيميليونر فالف، واحده سيبتال للداخل وواحده رايت وواحده ليفت ناحيه الليفت اهي، لان ده ليفت سايد وده الرايت سايد. حتى الرايت سايد حضرتك متلون باللون اللبني ده يعني فينوس سايد، واللون الاحمر ده بيدل ان الدم هنا ايه مؤكسش، فبيرمزوا له حتى الالوان بتميز الاتجاهات. فده ليفت اتريو فينتريكولار اورفيس وده الرايت اتريو فينتريكولار اورفيس. البالمونيك فالف جارد باي برضو 3 كاسبس، واحده رايت وليفت وانترميديات. فين البالمونري دي؟ البالمونري اهي، البالمونري بتحيط الاورفيس ده بتاع البالمونري ترانك. فالفالفز عباره عن واحده رايت وواحده انترميديات وواحده ليفت، دي الليفت ناحيه الفتحه بتاع الاتروفنتريكولار اورفيس، الليفت اتروفنتريكولار اورفيس دي الليفت، ودي
الرايت ودي الانترميديات. دي برضو صورة للدج بالاكس راي بيوضح البوزيشن بتاعت الهارت والبوزيشن بتاعت الديفرنت فالفز. فده المكان البالمونيك فالف والاورتيك فالف والميترال فالفز. يبقى الفالفز كانت عبارة عن صمامات بتحافظ على ضخ الدم او حافظ على ان الدم يضخ في اتجاه واحد سواء من الاتريوم للفنتريكل او من الفنتريكل عن طريق سواء الرايت فنتريك اللي يضخ للبلمونري ترانك اتجاه واحد يمنع ارتداد الدم. ولذلك لما بيحصل ارتجاع في الصمامات بيحتاج ساعات تغيير صمامات بيبقى في ضعف في صمامات القلب. فالصمامات دي بتحافظ على عدم ارتجاع الدم وضخ الدم في اتجاه واحد. دلوقتي هنتكلم على الوول اوف ذا هارت. الوول اوف ذا هارت بتتكون من ايه؟ زي ما حضرتك شايف بتتكون من ثلاث طبقات الايبيكارديوم وده الفيسرال لير اوف بيريكارديوم. يبقى احنا قلنا البيريكارديوم اللي هو التمور غشاء التمور بيتكون مما يسمى بالفايبرس لير والسيروس لير. السيروس لير عباره عن بارايتال وفيسرال. الفيسرال لير دي بتبقى ملاصقه للوول بتاع الهارت على طول فبنسميها الايبيكارديوم. يبقى الايبيكارديوم ده بيمثل الفيسرال لير اوف ذا بيريكارديوم. تاني طبقة اللي هي البالك بتاع المسلز بتاع الهارت اللي هي المايوكارديوم ودي بتبقى سيك في الفنتريكل عن الاتريوم وبتمثل الجزء الاكبر من جدار الهارت. اخر لير من جدار القلب اللي هي الاندوكارديوم ودي بتبقى عبارة عن انر اندوثيليال لايننج اوف ذا هارت. الطبقة الداخلية اللي هو شغاف القلب القلب من الداخل اللي هو الطبقة المبطنة للقلب من الداخل بيسموها الاندوكارديوم. نبص مع حضرتك مع بعض كده على الصورة. ادي مقطع من جدار القلب نلاقي الطبقة الخارجية دي بيسموها الايبيكارديوم اللي هي عبارة عن الفيسرال لير اوف ذا سيروس بيريكارديوم. بعد كده المايوكارديوم اللي هو الجزء العضلي من عضله القلب. الغشاء المبطن او الاندوثيليال لايننج بتاع الهارت بنسميه اندوكارديوم. اندوكارديوم كبر الصوره كده ونبص مع بعض. لو جينا قلنا جدار القلب من الداخل للخارج من الداخل للخارج اندوكارديوم مايوكارديوم ايبيكارديوم. طب من الخارج للداخل ايبيكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم. حضرتك عارف ترتيب الطبقات دي. الطبقه دي عباره عن اندوثيليال لير دي كلها مصل اللي هي كاردياك ماسلز اللي درسناها في جنرال مايولوجي وده الفيسرال لير اوف ذا سيروس بيريكارديوم. دي كانت اللايرز بتاع الهارت. عندنا ما يسمى بالفايبرس رينجز. الفايبرس رينجز عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو بيحيط بالاورفيس بتاعه الهارت دي عشان يدعم الاركيتكتشر بتاع الهارت. البنيه او العماره بتاعه الهارت دي عاوزه دعامه. فعندنا في فايبرس رينجز حوالين ايه؟ حوالين الاتريوفنت الفنتريكولار رينجز حوالين فتحات الاترو فنتريكولار اورفيس. الفايبرس تيشو يزيد في الحته دي يعمل دعامه لفتحات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل. وكمان حوالين ايه؟ حوالين فتحه البلمونر ترانك وفتحه الاورطة. لا ده كمان ايه؟ كمان بيكون بليت من الكارتليج هنا وممكن يحصل لها كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن او اوسيفيكيشن يعني الكارتليج دي تتحول لعظم. زي ما بقول لك ايه كنا بنقول في الفيسرال سكيلتون ان في ما يسمى بالفيسرال سكيلتون او الهيكل الحشوي. خدنا الاوس بينس في الضجع سمعنا حاجه اسمها الاوس كوردس في الاوكس. اوس كوردس في الاوكس يحصل تعظم في المنطقه دي في المنطقه ما بين الاثنين اتريا والاثنين فنتريكل. حوالين المنطقه دي يكون بليت من الكارترج وممكن يحصل لها اوسيفيكيشن فتكون هنا الاوس كوردس تكون عظمه في قلب الطور في الهرس. تبص تلاقي الكارترج وكونكتيف تيشو عالي عشان يدعم الهارت ويمنع الاوفر ديستنشن في المناطق دي يدعم الاركيتكتشر او البنيه بتاعت الهارت. فدي كون ما يسمى بالفايبرس رينجز حوالين الاورفيس بتاع الفتحات دي. نتكلم دلوقتي على الكوندكشن سيستم اوف ذا هارت او كاردياك كوندكشن سيستم. الكارديو كوندكشن سيستم دي مجموعه من النودز والفايبر بتنقل النيرف امبالس او الامبالس اللي هي بتولد ذاتي. القلب مش اي عضله. القلب عضله بتشتغل ذاتيا بتشتغل عن طريق نبضات بتنشا منها. فعندنا في مجموعه من النودز والفايبرز بتمثل الكوندكشن سيستم. فالكوندكشن سيستم بيمثل في اربع تراكيب سيانو اتريا نود او بيسموها البيس ميكر والاتريو فنتريكولار نود والاتريو فنتريكولار باندل والاتريو فنتريكولار باندل برانش والبركنجي
فيه فايبر. دول الاربع كومبوننتس بتاع الكارديا كوندكشن سيستم او الجهاز الناظم لحركه القلب. القلب بيشتغل ذاتي في مجموعه من النودز والفايبرز، هي النبضه العصبيه بتنشا من مكان تتوزع على مكان تؤدي الى انقباض وانبساط الهارت الستوليك والدايستوليك، يحصل كونتراكشن ويحصل ريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن، ده كونتينوس او مستمر طول حياه الانسان، ده بيشتغل ذاتي. فعندنا السيانو اتريا النود عباره عن ايه؟ السيانو اتريا النود اللي قدام حضرتك دي او بيسموها الاس اي نود، دي عباره عن سبيشاليزد ماسكولار سيل امبيدد ان ذا وول اوف ذا رايت اتريوم، في الوول بتاع الرايت اتريوم. عند ايه؟ عند بدايه الكرينيال فينا كافا. الكرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا هيفتح زي ما اتكلمنا على الرايت اتريوم. عند دخول الكرينيال فينا كافا بيبقى موجود نود عباره عن سبيشاليزد ماسكولار سيل او ماسل سيل بنسميها اس سيانو اتريال نود. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل جينيريت السبونتينوس اكشن بوتنشال، دي اللي بتنشا منها النبضه الكهربائيه عشان تنتقل لاتريو فنتريكولار نود. يبقى اول جزء من الكوندكشن سيستم اللي هي السيانو اتريال نود، الاكشن بوتنشال ينتقل من السيانو اتريال نود للاتريو فنتريكولار نود. الاتريو فنتريكولار نود دي موجوده عند الانتر اتريال سيبتم، السيبتم اللي ما بين الاتريوم ده ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، ده موجود عند الديستال بارت بتاعه اللي هي الاتريو فنتريكولار نود. تنتقل الامبالس او النيرف امبالس من السيانو اتريال نود للاتريو فنتريكولار نود. تنتقل بعد كده الامبالس لما يسمى بالاي في باند، الاترو فنتريكولار باند، اللي يطلع من الاترو فنتريكولار نود باندز يسموها الاترو فنتريكولار باندز. الباندلز دي تمشي في الانتر فنتريكولار سيبتم وبعدين تتوزع في الجدار بتاع الفنتريكل. يبقى دي بنتريت الكاردياك تيشوز ان ديفايدنج انتو رايت اند ليفت باندلر برانشز اندر ذا اندوكارديوم اوف فنتريكولار سيبتم. بعد كده الاترو فنتريكولار باند البرانش دي اكستندد اندر ذا اندوكارديوم تو ذا ابسس اوف ذا رايت اند ليفت فنتريكل، تروح بقى للابسس او النهايه القمم بتاع الايه بتاع الفنتريكلز اللي هي الاترو فنتريكولار برانشز دي. بعد كده تمشي كبركنجي فايبر، يعني بركنجي فايبر دي كوندكت امبلس اور اكشن بوتنشال تو ذا فنتريكولار ماسل للمايوكارديوم، تتوزع بعد كده او زي ما حضرتك شايف دي السيانو اتريال نود تعمل الامبلس او الاكشن بوتنشال تنقله للاتريو فنتريكولار نود. بعد كده الاتريو فنتريكولار باندلز، بعد كده باندولار برانشز تنقسم وتروح للوول عن طريق الايه البركنجي فايبر، تمشي في العضله نفسها دي، تمشي تحت الاندوكارديوم اللي هو الغشاء الداخلي القلب، بعد كده تنقسم البكنجي فايبر يوصل النيرف امبالس للماسكولار وول بتاع الارض. دلوقتي هنتكلم على الكوروناري سيركيوليشنز اللي هي الدورة الدموية القلبية، او القلب بيتغذى ازاي او بيجيله دم ازاي. القلب بيجيله عن طريق ما يسمى بالكوروناري ارتري، وبيتاخد الدم منه الفينا الصغير عن طريق الكوروناري فين. السيركل دي او الدورة دي بيسموها الكوروناري سيركيوليشن. الكوروناري ارتريز بتعتبر تشريحيا مش اند ارتريز، يعني اناتوميكال نوت اند ارتريز، نو فانكشن بتعتبر اند ارتريز بتنتهي. ولذلك لما بيحصل انسداد في شريان في شريان تاني بيغذي المنطقه دي، في ربنا حباه بطلاقي كتير وبلانشات كتير عشان الهارت ده عضله اساسيه لحياه الانسان، ولكن لما بيتقفل جزء من شريان موصل ليحصل انفاركشن، جزء من عضله القلب بيفقد الامداد الدموي بتاعه، فبيعتبر فانكشنالي اند ارتري انما اناتوميكالي نوت اند ارتري، يعني تشريحيا في تشابكات كتير ووصلات كتير، انما وظيفيا لما بيوصل الانسداد لجزء في نهايه ارتريول او فينيول بتتقفل الحته دي. هارت بيجيله الامداد الدموي عن طريق ما يسمى بالليفت كوروناري ارتري، وده بينشا من الليفت اورتيك ساينس. الاورتيك ساينس بيبقى من الاورطة عند حضرتك، شفت الفالفز، الفالفز دي عاملة ما يسمى بالاورتيك ساينس، كانوا ثلاثة فالف بتاع الاورتيك اورفيس، ثلاث صمامات، الصمام دوت عبارة عن ثلاث شرفات، كل شرفة عاملة ما يسمى بالاورتيك ساينس. فالليفت كرونر طلع من الليفت اورتيك ساينس. او اميرج كودال تو ذا بالمونري ترانك، زي ما حضرتك شايف كده هيمشي من البالمونري ترانك.
نعرف بس البيانات اللي قدامنا ده ايه. ده البلمونري ترانك اهو، وده الليفت اوريكل، وبيبقى شورتند مقطوع منه حته، قاطع منه حته عشان يوضح الارتري. ده الليفت كوروناري ارتري زي ما حضرتك شايف، طالع من الليفت اورتك ساينس، يعني في بدايه الاورطه خالص. الاورطه تطلع كاسندنج اورطه، بعد كده تعمل ما يسمى بالاورتك ارش، من عند الليفت اورتك ساينس يطلع الليفت كروناري ارتري، يمشي في اتريو فينتريكولار سالكس او جروف، الجروف اللي حواليه ده يمشي فيه، وبعدين ينقسم الى يديني برانش يمشي في اللونجيتودينال جروف اللي هو سميناه ايه، احنا كده ناحيه الليفت سميناه باراكونال جروف. الباراكونال جروف اللي هو الليفت انتر فينتريكولار جروف ده، الليفت لونجيتودينال انتر فينتريكولار جروف، ويديني كمان ايه سيركمفليكس برانش. السيركمفليكس برانش يلف الناحيه الثانيه ويعمل اناستوموزس مع السيركمفليكس برانش، مع السيركمفليكس برانش اوف ذا رايت كوروناري ارتري. يبقى الرايت كوروناري ارتري طالع منين؟ من الليفت اورتيك ساينس، يمشي خلف الاوريجين اوف ذا بالمونري ترانك او كودال تو ذا اوريجين اوف ذا بالمونري ترانك، وينقسم ل انتر فينتريكولار باراكونال برانش اللي حضرتك شايفه ده، الليفت انتر فينتريكولار باراكونال برانش وسيركمفليكس برانش. نتكلم دلوقتي على الرايت كوروناري ارتري. الرايت كوروناري ارتري الرايز فروم ذا رايت اورتيك ارش باس كرينيالي اند سام هوت سنترالي بتوين ذا كونس ارتريوزس، ماشي ما بين الكونس ارتريوزس، ماشي في الرايت كوروناري جروف او زي ما حضرتك شايف. بعد كده يمشي في الانتر فينتريكولار جروف اللي هو الساب ساينوزيال، اللي هو الجروف اللي ما بين الاثنين فينتريكل، بس احنا ناحيه الرايت فسميناه ايه رايت انتر فينتريكولار جروف او الساب ساينوزيال جروف. يديني سيبتال برانشز ويديني السيركمفليكس برانش، ده بيعتبر هو الامتداد بتاع الرايت كوروناري ارتري. اناستموز وذ كورسبوندنج ليفت كوروناري ارتري يلتحد مع الليفت كوروناري ارتري، ده السيركمفليكس برانش. فبص حضرتك ده الرايت كوروناري زي ما بنشاور كده، ده الانتر فينتريكولار ساب ساينوزيال برانش، والسيركمفليكس برانش يعمل اناستوموزس مع السيركمفليكس برانش اوف ذا ليفت وان. لما نيجي نشوف دلوقتي الفينوس درينج عن طريق ايه، الفينز ماشيه مع الارتس، فعندنا الباراكونال انتر فينتريكولار ترايبيوتري او فين، والميدل كاردياك فين ده ناحيه الرايت، يبقى ناحيه الليفت اللي ماشي مع باراكونال ارتري اسمه ايه باراكونال انتر فينتريكولار فين او ترايبيوتري، والميدل كاردياك فين عن طريق في ناحيه الرايت، دول يصبوا في الجريك كاردياك فين، يصبوا في الجريك كاردياك فين زي ما حضرتك شايف اللي هو ماشي فين، ماشي في الكوروناري جروف، ودول في النهاية يصبوا في الكوروناري ساينس. دلوقتي هنتكلم على الكلينيكال ابليكيشن اوف ذا هارت اناتومي. حضرتك عرفت تركيب الهارت، عرفت ايه الجروفز بتاعته، عرفت الجنرال اناتوم بتاعه والاكسترنال فيتشرز بتاعته، عرفت الشامبرز بتاعته، عرفت انه بيكون من ايبيز وبودي وايبكس، والبيز بيتكون من تو اتريا، والبودي والايبكس بيتكونوا من تو فينتريكلز، عرفت الشامبرز وعرفت التركيب بتاع الحجرات بتاعته والفتحات اللي موجوده فيها، عرفت الفالفز بتاعته. ده كله هنستفيد بيه في ايه؟ هنعرف ما يسمى بي الاريا اوف ذا ابسولوت دالنس. كل الهارت عشان هو جاز فري اورجان، لما بتعمل له بركشن ما بيديش صوت، بيدي دالنس ساوند، ما فيش صوت بيطلع منه ما بتعمل بركشن عليه. في المنطقه بتاعت الابسولوت كاردياك دالنس دي منطقه في الصدر اللي هي يبقى فيها الهارت معرض لجدار الصدر. طب انا زي ما قلت لحضرتك لو ماسك كوره كده وفتح صوابع الكوره، المنطقه اللي متعرضه فيها لسطح الصدر يعني جزء من القلب المعرض لجدار الصدر، دي المنطقه بيسموها اريا اوف ذا ابسولوت دالنس كاردياك دالنس. الاريا دي بتبقى على ناحيه الشمال اكبر لانه جزء من الهارت معرض للصدر اكتر. ليه بقى؟ عشان الكاردياك نوتش اللي موجوده على اللانج، يعني الحته اللي فاضيه في اللانج دي اكبر ناحيه الشمال عن اليمين. فالاريا اوف ذا ابسولوت دالنس في الهورس والرومينانت والدج، في الهورس موجوده 7 سنتي اباف ذا اوليكرانيون ان ذا فورس انتركوستال سبيس، و3 سنتي اباف ذا اوليكرانيون ان ذا فيفث انتركوستال سبيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده هيبقى انسب مكان ان انا اسمع فيه الهارت.
او اعمل له اسكالتيشن زي ما حضرتك شايف كده، اعمل له ايه اسكالتيشن يعني اسمعه بالايه بالسماعه، اجيب الشيست بيس بتاعه السماعه الطبيعي وحط ايده عليها دي، وده انسب مكان اسمع منه الهار. في الرايت سايد 3 سنتي اباف ذا اوكرانيال ان ذا فورس انتركوستال سبيس، يبقى هنا كان بتمتد من الرابع للخامس، انما هنا في الرابع بس. في الرومينانت سواء في الرايت او في الليفت من الرابع والخامس انتركوستال سبيس اقدر اعمل اوسكالتيشن للهارت، لان دي بيسموها الاريا اوف ذا ايبكس بيت، المكان ده هو اللي بيبقى فيه صوت القلب واضح. في الدوج في الفورس والفيفث انتركوستال سبيس وعند الكوستو كوندريال جانكشن، يعني من عند التحام الاثنين ايه ريبس مع الكوستا بتاعته، في ناحيه الرايت في الفورس والفيفث انتركوستال سبيس حوالي 1-2 سنتي فروم ذا ستيرنم، اعلى من الاسترنم اقدر اسمع القلب سواء من ناحيه الشمال ولا من ناحيه الايه اليمين. دي بيسموها الاريا اوف ذا ابسولوت دالنس، انسب مكان بيبقى فيه الابيكس اوف ذا هارت بيت، يعني المنطقه اللي اقدر اسمع فيها القلب كويس جدا. يعني لما نيجي نشوف بقى كمان في كلينيكال ابلكيشن في الرومنات، حضرتك عارف الاستومك بتاعه الرومنات بتتكون من فور شامبرز اللي هو ما يسمى بالرومن، الحجره الكبيره دي الرومن اللي هو الكرش، و حجرة اسمها الريتيكولوم اللي هي الشبكية، والأميزم اللي هي الورقية، والأبو أميزم اللي هي المنفحة. يبقى معدة المقترات دي عبارة عن ايه، لما درست المعدة وتقسيمتها قلنا ايه مالتي لوكيولر يعني عديدة الحجرات، طب كومباوند ولا سيمبل؟ لا ده هي كومباوند، كل الثلاث حجرات الاولانيين دولت نان جلاندولر، الميوكوس ممبرين بتاعهم نان جلاندولر ما عدا الأبو أميزم ده جلاندولر بارت. يبقى الرومنانت سومك عبارة عن ايه، كومباوند مالتي لوكيولر. بص حضرتك معايا، المقترات الكبيره او الصغيره بتاكل بنهم، بتاكل كيرلس، ليه بقى؟ لانها بتاكل بسرعه وبعدين تعمل ريومينيشن، ترجع تاني تعمل اكترار. الاكترار ده يعني ايه؟ يعني كلت الاكل زي ما حضرتك شايف قدامك كده باللون الاخضر، الاكل ده دخل الكرش، ترجع تاني تعمل له ايه بقى؟ تعمل له خروج تاني، تخرج البولس تاني وتعمل له ايه ريماستيكيشن. هي ما كلتش كويس، هي كلت بسرعه وبعدين ترجع تعمل تمضغ بقى بمزاج، تعمل رومينيشن، ترجع تعمل ريجارجيتيشن للاكل، ترجع الاكل تاني، تعمل له ريماستيكيشن تمضغه تاني، تعمل له ري انسلايفيشن تفرز عليه سلايفا تاني، تعمل له ري سوالوينج تاكله تاني. طب لما كليته تاني كلت بسرعه رجعت الاكل مضغته حطت عليه سلايفا بلعته تاني، الاكل لما يدخل الكرش الاكل اللي اتهضم كويس يروح للريتيكولم، يروح هنا للريتيكولم، الريتيكولم يهضم، والاكل يروح بعد كده اللي اتهضم كويس يروح للاميزم، الاميزم يهضم ورقيه دفاها ورقيات وعليها بابليه تهرس الاكل كويس، بعد كده الاكل يروح منها فين للابو اميزم اللي هي المعده الغديه، بعد كده يروح للامعاء. ده الترتيب يعني. طب الاكل اللي ما تهضمش كويس في الابو اميزم يرجع للريتيكولم، الريتيكولم يهضم فيه شويه، اللي ما تهضمش من الريتيكولم يرجع للكرش، وهكذا يقعد الدوره بقى، يقعد يمضغ ويرجع لحد ما الاكل يتهضم كويس وبعد كده يعدي الامعاء. القصه بتاعتنا في ايه بقى؟ القصه بتاعتنا ان الحيوانات دي بتاكل بسرعه، فما بتقدرش تعمل سيلكشن للحاجات اللي بتاكلها، فممكن تبلع ايه، ممكن تبلع نيلز مسامير، ممكن تبلع اي واير، اي شارب باديز، اجسام حاده ممكن تاخدها وسط الاكل لانها بتاكل بسرعه وبنها وتبلع الحاجات دي زي ما حضرتك شايف كده. ممكن اي جسم غريب يدخل زي الاسهم اللي انا حاططها لحضرتك دي يدخل جوه المعده بتاع المقترات، يعني تخيل حضرتك اكل فيه مسامير في حتت سلك البلاب بتاعت القش في المزارع دي زمان كانوا بيجيبوها مربوطه بسلك، حتت من السلك دي كانت بتوف وسط التبن او وسط القش ده تروح داخله واكلينها، ده بتعمل مشاكل كتير جدا. بص حضرتك معايا، الفورين بادز ده دخل يدخل ممكن على الكرش يلف يجي فين، ممكن ينزل بقى للريتيكولوم، ودي المشكله الكبيره، لان الريتيكولوم ده هو اللي هو الشبكيه ده الماسكوليتشر بتاعتها عاليه لدرجه في انقباضها الكرينيال وول بتاعتها، دي الكرينيال وول دي بتقابل الكودال وول دي بتاعتها، فلو تخيل حضرتك لو في ابره هنا او سلك او مسمار حاجه شارب وبوينتد بادز زي المسمار، المسمار جت المعده
نزل جوه الريتيكولوم، ضغطت عليه يروح عامل ايه؟ يروح معدي زي ما حضرتك شايف كده. بص معايا، اول ما يوصل للريتيكولوم هنا، اول ما يوصل للريتيكولوم هنا يجرح في جدار الريتيكولوم، يعمل لي ايه؟ تروماتيك ريتيكولايتس، التهاب في جدار الريتيكولوم. طب عدى من الريتيكولوم، عدى راح فين؟ هو الريتيكولوم ده والمعده دي والليله دي كلها موجوده فين؟ موجوده جوه الابدومينال كافيتي، جوه البريتوم. فيعمل ايه لو عدى؟ بص حضرتك كده، يعمل لي ايه؟ يعمل لي تروماتيك ريتيكولو بريتونايتس، يعني التهاب في الريتيكولوم وفي البريتوم كمان. طب مشي شويه قدام كمان، عدى قدام شويه، هيعدي يروح فين؟ يروح بقى للدافرام، يثقب الدافرام ويوصل ليه؟ يوصل للبريكارديوم بتاع الهارت، اللي هو الحديث بتاع النهارده بتاع القلب. لو وصل للبريكارديوم يعمل لي تروماتيك بريكارديتس، تروماتيك بريكارديتس، تمام؟ ده لو دخل شارب فورين بادز زي ميتال زي نيلز، اي جسم حاد يدخل وي بوينت. بص صوره معانا تانية اهو، بص ده الرومن وده الريتيكولوم اللي بقول لحضرتك عليه، وده الديافرام اهوت، وده الهارت هنا القلب اهو. دي لو مسمار دخل في الكرش هنا ووصل للشبكيه اللي هي الريتيكولوم هيعمل ايه؟ لو دخل جوه جدار الريتيكولوم يعمل لي ايه؟ ريتيكولايتس. عدى من الريتيكولوم يعمل ريتيكولو بريتونايتس، عدى من البريتون بقى والديافرام وصل لجدار القلب يعمل ايه؟ تروماتيك بيريكاردايتس. طب لما يوصل لجدار القلب زي ما هنشوف تاني دلوقتي اهو، وصل للهارت فيعمل ما يسمى بالتروماتيك بيريكاردايتس. بص حضرتك معايا هنا، ادي الريتيكولوم اهو، زي ما قلنا الوول بتاعته بتبقى الماسكوليشر فعاليه، فاكرين يا الوول بتيجي على كل الوول اثناء الكونتراكشن، فبنلاقي الفورين بادز بيبقى شارب وهارد زي النيلز والنيدلز والقطع من المعادن، اي مسامير اي ابره تدخل جوه الوول بتاع الريتيكولوم تعمل ريتيكولايتس. لو عدت شويه ودخلت على البروتون تعمل ريتيكولو بروتونايتس. ممكن تعدي بعد كده حضرتك من الدافرام وتروح للهارت تعمل ايه؟ تروماتيك بيريكارديتس، يعني وصلت للبريكارديوم، يعني عدت من الفايبرس لير والسيرس لير، وصلت للبركام. لما تعمل روماتيك بريكاردايتس الليود اللي في الكارديال كافيتي تزيد في الكميه، او فتلاقي صوت القلب عامل زي واحد ماشي في ميه، بيسموه سبلاشنج ساوند، واحد ماشي يطبش في ميه، ليه؟ كميه السوائل اللي حوالين القلب زادت نتيجه الانفلاميشن اللي حصل. بعد كده في الادفانسد ستيت او في المراحل المتقدمه ايه اللي يحصل؟ يتحول السائل اللي هو كان سرس وسائل ماصلي لين زي الميه كده، يتحول ليه بص او صديد، فبقى صوت القلب يبقى مافلد ساوند، كأن حد بيتكلم من تحت بطانية، صوت بعيد جدا. ليه؟ ده عامل حاجز ما بين صوت القلب وما بين الحراك بتسمعه، فتلاقي القلب بقى صوته مستغط مكتوم، وتلاقي القلب كفاءته قلت، فالقلب مش قادر يقوم بوظائفه كاملة لأن في ضغط عليه من الصديد اللي حواليه ده، فتلاقي يحصل انجورجمنت للبريفرال فينز كلها، فتلاقي الجاجولار فين هنا بقى كورد لايك. تعرف حضرتك تتعرف على البقرة اللي عندها تروماتيك بريكارديتس بسهولة، حركتها مكتفة، ده خايفة تتحرك عشان في ألم جوه، كمان الفينز بتبقى منتفخه وممتلئه بالدم. دي الحاله دي بيسموها تروماتيك بيريكارديتس. الحاله دي بنمنعها بايه او نحاول نتفاداها بايه؟ ان في المزارع الحيوانات بتبلع مغناطيسات، اللي هو الرومينال ماجنت، ده عباره عن مغناطيس، قطعه مغناطيسيه زي ما حضرتك شايف كده، حواليها فريم من البلاستيك، بتبلع البقر اللي في المزرعه كله الماجنت ده او المغناطيس ده. حد يقول لي نهايه المغناطيس ده، ما هو نهايه البقره، يعني البقره اي حيوان نهايته ينذبح، تمام؟ طب احنا بعد كده بيطلع المغناطيس ده، لو عمل مشكله ممكن نعمل رومنوتومي او فتح للكرش ونطلع المغناطيس ده. المغناطيس ده بيلم حواليه اي جسم معدن ممكن يدخل، زي حتت من السلك اللي حوالين بلات القش، اي مسامير اي ابر دخلت جوه بيلمها حواليه، فيمنع ان هي تروح فين؟ تروح من تتعدي من الريتيكولوم هنا، لانها بتبقى لقاعده هنا في الكرش، تمتص اي جسم ايه معدني موجود او تمسكه هنا في الفراغات اللي ما بين الايه البلاستيك شيل بتاعه ده. المفترض بقى حضرتك في نهايه المحاضره بتاعتنا تكون حضرتك وصلت دي الاناتومي بتاع البريكارديوم، عرفت ان البريكارديوم بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه بيسموها اوتر فايبرس لير والانر سيرس لير، وبيتكون من طبقتين اللي هي البارايتال لير والفيسر لير، وما بينهم البريكارديال كافيتي اللي هو بيملا بالبريكارديال فلويدز او الليكوار بريكاردياي. المفروض تكون عرفت البوزيشن والشيب بتاعه الهارت، عرفت الاكسترنال والانترنال اناتومي بتاع الهارت، عرفت ان الهارت
في الجروفز من الخارج، بتعمل سيبتم من الداخل، عرفت الديفرنت الشامبرز الفورس شامبرز ظهرت، والتراكيب اللي موجوده فيهم، والفتحات اللي موجوده في كل حجره من الحجرات. عرفنا الكوندكشن سيستم بتاعت الهارت او الجهاز الناظم لحركه القلب، ان هو بيتكون من اربع ستراكشر اللي هي سيانو اتريال نود والاي في نود والاتريو فنتريكولار باندل او الباندل اوف ذا هيس والبركنج فايبر، وازاي الامبلس بيحصل لها ايميتنج من السيانو اتريال نود وبتروح للاتريو فنتريكولار نود وتتوزع عن طريق الاتريو فنتريكولار باندلز، و تمتد الامبلس او الاكشن بوتنشال للرول بتاع الفنتريكل عن طريق البركنج فايبر. الكاردياك سيركل او كوروناري سيركوليشنز، عرفنا ان الهارت بيبتدي الامداد دمه عن طريق الكورونر ارتري سواء رايت او ليفت كورونر ارتري، استقبل الامداد دمه عن طريق الاثنين ارتري دول رايت وليفت كوروناري، الفينوس درينج عن طريق كوروناري فينز. المفروض ان حضرتك تبقى عارف الاريا اوف ذا كاردياك دالنس او الابسوليو كاردياك دالنس، المنطقه اللي لو عملنا فيها بركشن للهارت ما يدينيش صوت لانه جاز فري اورجان، في عن طريق البوزيشن بتاع الهارت، وحددنا المنطقه بتاع الابسوليوت كاردياك دالنس. انسب مكان حضرتك تعمل منه اوسكالتيشن، حضرتك لما نسالك تقول لك بتسمع القلب من على اليمين وعلى الشمال؟ لا، بنسمعه من على اليمين وعلى الشمال، من على الشمال اوضح، لان الكاردياك نوتش اللي موجوده في الليفت لانج اكثر اتساعا من الكاردياك نوتش اللي موجوده في الرايت لانج، فبسمع القلب من على الشمال ومن على اليمين ولكنه اكثر وضوحا من ناحيه الايه الليفت سايد او من ناحيه الشمال. ازاي حضرتك من خلال ان انت عرفت معانا البوزيشن بتاع الهارت تدخل ابره للقلب بالذات في السمول انيمالز وتقلل فرصة حدوث اي خطأ؟ ده كان كله ايتمز المفترض حضرتك عرفتها معانا، ولكم مني جزيل الشكر ووافي الاحترام، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.